بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث اليوم عن الأروماتيك كومباوندز أو ما يعرف بالمركبات الأروماتية. قديما هذه المركبات كانت تعرف بالمركبات العطرية. السبب أنه الزيوت اللي كان تفصل منها هاي المركبات في إلها ريحة عطرية، ومن هون إجا اسم المركبات اللي هي المركبات العطرية أو ما يعرف بالأروماتيك كومباوندز. طبعا في العديد من الأمثلة على المركبات العضوية، عفوا المركبات الأروماتية، اللي العديد منها بيحتوي على حلقة البنزين اللي راح نحكي عنها المحاضرة القادمة. الآن بدنا نحاول نعطي مقدمة بشكل عام، ثم ممكن ندخل بالتفاصيل إنه من وين إجت هاي التسمية، هل الروابط المزدوجة في البنزين نفسها زي اللي موجودة في الألكيل العادي ولا في اختلاف بينهم. كل هذا الحكي راح نحكيه لاحقا، الآن حاول نعطي مقدمة بسيطة. طبعا مش بالضرورة إنه المركبات العضوية فقط هي اللي بتحتوي على حلقة البنزين، في العديد من المركبات الأخرى هي عبارة عن أروماتيك كومباوندز ولكن لا يوجد فيها حلقة بنزين. ولكن يعني خلينا نحكي البنزين هو الممثل الرئيسي لهاي المجموعة الوظيفية. رح نحكي كمان خلال هذا الشابتر كيف ممكن الواحد يصنف انه هذا المركب اللي عندي هل هو مركب أروماتيك ولا غير أروماتيك بناء على قواعد راح نحكيها لاحقا. الآن إذا أخذنا على سبيل المثال هذا المركب اللي بيسموه له اسم بيسموه بنزل دهاي، هذا بفصله من زيت اللوز. عادة اللوز إذا عملنا له إكستراكشن استخلاص بنحصل على واحد من المركبات الموجودة فيه اللي هو البنزل دهاي. وبتعرفوا لما الواحد بيعمل هاي التجربة كنا نعملها في المختبر، كان الواحد فعلا كأنه بشعر بشمريحة اللوز، كأنه المختبر بيكون فيه لوز. من هون إجت تسمية المركبات العطرية أو المركبات الأروماتية كما تعرف حاليا. هذا المركب على سبيل المثال كمان هذا بيحتوي على حلقة بنزين. طبعا إذا بتلاحظوا البنزين ممكن نرسمه بشكل دبل بوند زي ما انتم شايفين هون، او ممكن نرسمه بشكل دائرة داخل الحلقة، ورح نحكي بعدين ليش بنرسمه هيك وليش بنرسمه هيك. الان ناخذه زي ما هو. هذا المركب مثال اخر كمان، هذا موجود في اليانسون. اذا الواحد اخذ اليانسون وعمل له اكستراكشن واحدة من الزيوت اللي في اليانسون الرئيسية اللي هو هذا المركب. هذا الموجود في القرنفل، هذا المركب موجود في القرنفل. هذا موجود في القرفة اللي هو يسموه سينمالديهايد. هذا من موجود بالفانيلا، نبات الفانيلا بإمكاننا نفصل منه هذا المركب. يعني بشكل عام إنه العديد من زيوت النباتات لما نستخلصها أو نستخلص المركبات اللي موجودة فيها على الأغلب بيكون موجود عندي أنا أروماتيك، خلينا نحكي رينجز أو أروماتيك كومباوندز بهاي الزيوت. وهي أمثلة منها زي زيت اللوز، زيت اليانسون، زيت القرنفل، زيت القرفة، كل هذا بيحتوي على مركبات أروماتية. طبعا الشيخ تبعهم هو البنزين. طبعا مش هذا الكلام كمان ما بنقدر نعممه احنا. على سبيل المثال هذا الاسبرين، الاسبرين اللي بيعوه في الصيدليه، الاسيتيل سلسليك اسيد. الان هذا ما له ريحه يعني، وبالتالي
مش بالضروره والله انه كل المركبات اللي نحكي الاروماتيه انه في لها ريحه مميزه، في بعض او بعض المركبات الكيماويه، عفوا المركبات العضويه كيميكالز عاديه ما لها ريحه. الان اكتشاف البنزين قديم، يعني البنزين 1825 اول مره خلينا نحكي اكتشفوه، فصلوه من احد الزيوت، و ما كان في معلومات في هذاك الوقت عنه انه والله ميزاته كيف بتفاعل اهميته، فقط هو يعني في ذلك الوقت تم فصله من احد الزيوت تقريبا في العام 1834، يعني بعد ما اكتشفوه تقريبا 9 سنين. الالمان حضروا تحضير، يعني اخذوا حامض البنزويك وضافوا له كالسيوم اوكسايد وسخروا اثنين مع بعض، حصلوا على اللي احنا الان بنسميه البنزين اللي هو C6H6، الفورمولا لهذا المركب. من نفس الوقت انه يعني ما كان في نفس الشيء، ما كان في معلومات عن خلينا نحكي المعلومات اللي احنا بنعرفها الان عن ثبات البنزين وتفاعلاته المميزة، ما كان في هذا الحكي. أوكي، طبعا العالم خلينا نحكي كيكول، هذا رح نحكي عنه بالمحاضرة القادمة، هو اللي بدأ بدراسة صفات البنزين وأعطاء معلومات عنه، وبعد ما خلينا نحكي عرف كيف بتفاعل، عمم هذا الحكي اللي هو حكاه مش على البنزين، حكى هذا الحكي بينطبق على كل المركبات الأروماتية اللي بتشبه البنزين، بينطبق عليها كل هذا الحكي. رح نحكي هذا الحكي المحاضرة القادمة إن شاء الله. طبعا بوجود البنزين ظهر عندي مصطلح جديد اللي هو الأروماتيك كومباوند. في القديم كان إشي بيسموه ألفاتك، الألفاتك اللي هي الألكانات والألكينات والألكاينات والكحول والإيثر، كل هذا بنسميه مركبات ألفاتية. بوجود البنزين صار عندي مصطلح جديد اللي هو الأروماتو كومباوند. لذلك الآن بإمكاننا نصنف المركبات بشكل عام لصنفين، هل هي ألفاتك ولا هي أروماتك. على الأغلب إذا كان في مركبات أو إذا كان المركب بيحتوي على البنزين هذا بيكون مركب أروماتي، بس هذا تعريف قاصر. ليش؟ لأنه في عندي كثير من المركبات تسلك سلوك البنزين ومش بنزين، لذلك يعني الأروماتو كومباوند واحدة، يعني واحد منهم إنه إذا شاف البنزين الواحد مركب معين على طول بيحكي هذا المركب أروماتي، بس هذا لا يعني إنه فقط المركبات الأروماتية هي اللي بتحتوي على بنزين، بالعكس في العديد من المركبات الأروماتية ما فيها بنزين، سلوكها زي سلوك البنزين، تتفاعل بنفس طريقة البنزين، لها ستابيليتي زي البنزين، رح نحكي عنها ليتر إن شاء الله. الآن خلينا نحكي شوي مدخل للموضوع، يعني قبل ما ندخل بالتفاصيل نحكي عن اللي بيسموه النومنكليتشر أو تسمية البنزين، كيف بنسمي البنزين؟ الآن تسمية البنزين في أكثر من طريقة. الطريقة الأولى إنه خصوصاً لما يكون في عندي أنا مجموعة واحدة على حلقة البنزين، التسمية كثير سهلة، بيكون عندي البنزين هو الأساس وشو موجود عليه بنسميه، إذا فلور بحكي فلورو بنزين، إذا كلور كلورو بنزين، إذا بروم برومو بنزين، إذا نايترو نايترو بنزين. هاي أسهل، طبعاً أسهل طريقة إنه الواحد يعتمد البنزين هو الأساس ويسمي الإشي اللي عليه، إذا عليه مثل بنزين، إذا عليه إثل بنزين، برومو بنزين، وهكذا. أوكي، الآن هاي الطريقة يعني خلينا نحكي ممكن أسميها A. كان في طريقة ثانية B، إنه إحنا ما بنأخذ البنزين الآن كأساس، طريقة ثانية بتسمى البنزين والقطعة اللي عليه أو المجموعة اللي عليه أو الجروب اللي عليه بتسمى اسم شائع،
يعني هذا المركب مثلا اذا بدي اللي هو المثل الموجود على البنزين، اذا بدي اسميه بالطريقه الاولى البنزين هو الاساس، بدي احكي هذا مثل بنزين، صح؟ بس ولا واحد بيحكي لك انه هذا مثل بنزين، هذا اسمه تولوين الاسم العام. لذلك البنزين لما نيجي نسميه يعني بده ينتبه الواحد انه في اسماء كومن نيمز، اسماء شائعه اشهر كثير من الاسماء الايوباك اللي احنا بنعرفها. مثلا هذا اذا بتلاحظوا هذا عباره عن او اتش هاي هيدروكسي جروب، وهون بنزين، اذا بدي اسميه حسب التسميه الاولى بدي اسميه هيدروكسي بنزين، بس ما حدا بيحكي لك عن هذا هيدروكسي بنزين، هذا الاسم الشائع له فينول. اوكي، نفس الشيء ال NH2 هذا امينو، وبالتالي اذا تسميه بالطريقه الاولى انه البنزين هو الاساس بدي اسميه امينو بنزين، ما حدا بيحكي لك عنه هذا امينو بنزين، هذا اللي هو الانيلين. لذلك احيانا البنزين الواحد بيحفظ الاسم الشائع احيانا لانه اشهر من الايوبات. فمثلا بنزين عليه مثل تولوين، بنزين عليه او اتش فينول، بنزين عليه ان اتش 2 انيلين، هذا مثلا بنزين عليه سلفون الجروب، هذا اللي احنا بنسميه بنزين سلفونيك اسيد اللي هو حامض السلف عفوا حامض البنزين سلفونيك اسيد. هذا مثل بنزين اذا كان عليه مجموعه حامض كاربوكسيلي البنزويك اسيد. الان هاي المجموعه اللي هي بسموها اسيتيل جروب هذا بسموه كانه كيتون، لان اذا تطلعوا عندي كاربونيل جروب على اليمين في مجموعه، على اليمين على اليسار في مجموعه، فهذا الكيتون. الكيتون دائما اخره اون لما نيجي نسميه، بس الاسم الشائع لهذا اسيتوفينول. لما نحكي عن شابتر الكيتونات بالاورجانيك 3 نحكي لكم انه والله هذا مكاننا نسميه اسم شائع اسيتوفينول. هذا مثلا اللي هو المجموعه هاي بنعرفها الاو سي اتش 3 هاي ميثوكسي، لان ما حدا بيجي بيحكي لك هذا ميثوكسي بنزين على اساس الطريقه الاولى بالتسميه، هذا بيسموه كله مره واحده قطعه واحده انيزول. لذلك هاي طبعا الان بالنسبه لكم بجوز تكون هاي الاسماء شوي غريبه، بعد ما تاخذوا اورجانيك 2 و3 وهذا بتصير هاي الاسماء بالنسبه لكم يعني فاميليار، يعني تكون بصير واحد يعني حافظها ومجرد يشوفها بيعرف الاسم. بس الان يعني تقبلوا انه يعني هالاسماء هاي الواحد ممكن يسمعها لاول مره، فبدنا يعني مع التكرار بصير واحد حافظها. هذا بالنسبه لما يكون عند البنزين عليه مجموعه واحده، حكينا في طريقتين، اما بنحكي بنزين الاساس وبنسمي اللي عليه، الطريقه الثانيه بنكون حافظينه كله يعني البنزين مع القطعه اللي عليه اللي هو تولوين فينول انيلين انيزول بنزويك اسيد وهكذا. الان اذا البنزين عليه مجموعتين، الان بامكاننا نستخدم نفس الطريقه الاولى انه البنزين هو الاساس، اوكي، ونحكي شو اللي موجود على البنزين. مثلا هذولا عباره عن ثنتين برومو، فهذا داي برومو بنزين، اوكي. اذا بدي اعتمد هاي الطريقه في التسميه، طب ما هذا كمان داي برومو بنزين وهذا كمان داي برومو بنزين، بس هذول مختلفين عن بعض ولا واحد له علاقه بالثاني، ديفرنت. خلينا نحكي فيزيكال بروبرتيز، ممكن واحد ليكويد الثاني سوليد، واحد غاز الثاني ليكويد، ما بنعرف، اوكي. الان في البنزين احيانا بدل ما يستخدموا لغه الارقام 1 2 مثلا، نبدا نعد من 1 2 او 1 2 ما بفرق انه انا من وين بدي ابدا اعد، الان بيستخدموا بدل لغه الارقام بيستخدموا السبسكريبت اورثو اللي هو بيختصروه بالاول حرف من الاورثو اللي هو الاو، اوكي. وبالتالي بدل ما نحكي عن هذا داي برومو بنزين، صح طبعا اذا بحكي داي برومو بنزين ممكن يجي واحد يحكي لي لا هذا عباره عن اورثو داي برومو بنزين، والاورثو مفهومه ضمنيا انه المجموعتين بيكونوا جنب بعض بدون ما نعطي ارقام. هذا الان لاحظوا عندي هاي المجموعه والمجموعه الثانيه بينهم كربون فاضيه، هذا اللي بيسموه الميتا
لذلك هذا بدل ما طبعا اذا بدي اعطي ارقام بدي ابدا ارقم من هون مثلا 1 2 3 وبالتالي الاسم 1 3 داي بروم وبنزين. الان انا بستعيض عن الترقيم انه انا استخدم السبسكريبت ميتا. خلاص ميتا مفهومه انه عندي مجموعتين مش جنب بعض في بينهم كربون فراغ. نفس الشيء بالنسبه لهذا كمان هذا داي بروم وبنزين، واذا بدي ابدا ارقم 1 2 3 4 الداي هذول الثنتين موجودين على الكربون 1 و4. الان اذا بدي استعيض عن الارقام هذا اللي بيسموه بارا، طبعا باخذوا اول حرف من الاسم بي، واذا كان ميتا باخذوا اول حرف من الاسم ام، اذا كان اورثو باخذوا اول حرف او بتكتبها كامله اورثو ما في مشكله. في بعض الناس بكتبوا الاسم اورثو داي برومو بنزين، ميتا داي برومو بنزين، بارا ما في مشكله، او تختصرها بالحرف الاولاني. اذا نختصر اللي حكيناه انه البنزين بتسمى بالطرق التالية. اذا كان عندي مجموعة واحدة على البنزين بناخذ البنزين هو الاساس وبنسمي المجموعة اللي عليه شو ما كانت، نيترو برومو كلورو فلورو، او انه اذا كان عليه مجموعة واحدة بدنا نكون حافظين كل القطعة مرة واحدة، يعني البنزين واللي عليه تولوين، البنزين والاو اتش فينول، البنزين اتش 2 انيلين، وهكذا. إذا عليه مجموعتين بدنا نستخدم الأورثو والميتا والبارا، أو نستخدم الأرقام، بس الأكثر شيوعاً بصراحة في البنزين بيستخدموا الأورثو والميتا والبارا، ما بيستخدموا أرقام. بس إذا واحد استخدم أرقام غلط، لا مش غلط، بس يفضل إنك تستخدم الأورثو والميتا والبارا. أوكي، الآن مثلاً هاي المركبات، أوكي لاحظوا الآن كأنه أنا هاي عليها مجموعتين، بس الآن بإمكاني أنا أدمج الطريقة طريقة الأورثو والميتا والبارا في التسمية مع أنه أنا أكون حافظ البنزين واللي عليه شو اسمه. طبعا لما أكون حافظ البنزين والقطعة اللي عليه مع بعض إيش الاسم إلها بسهل علي التسمية. مثلا إذا أجيت أنا على هذا المركب اللي على اليسار، أنا بعرف أنه البنزين مع الحام مع حامض الكربوكسيلي اللي عليه كل هذا بنزويك أسيد. من وين عرفته؟ عرفته من تسميه بهاي الطريقة، هذا هو البنزويك أسيد. وبالتالي الآن إيش بدي أحكي؟ إنه البنزويك أسيد فيه عليه نايترو جروب، وبالتالي بيسموه نايترو بنزويك أسيد. الآن وين موجود الجروب؟ مدام البنزويك أسيد هو الأساس ببدأ عد من عنده، هاي 1 هاي 2، وبالتالي النايترو موجودة على الكربون رقم 2 فبنسمي المركب 2 نايترو بنزويك اسيد. ما دام المجموعتين جنب بعض ما في داعي احكي 2، بامكان احكي اورثو نايترو بنزويك اسيد. هذا نفس الشيء، بس وين النايترو موجوده؟ في كربوني فاضي بينها وبين البنزويك اسيد، فهذا ميتا نايترو بنزويك اسيد، او اذا بعطي ارقام باخذ رقم 3. هذا نفس الشيء، عندي نايترو موجودة على البنزويك أسيد، وين موقع النايترو؟ بارا نايترو بنزويك أسيد. يعني خلينا نحكي لما البنزين يكون عليه مجموعتين يعني بإمكان الواحد يستخدم الأورثو بارا وميتا أفضل للتسمية. هلا إذا كان الوضع هيك، هي عليه مجموعتين الآن أنا زي ما بدي، يعني في مرونة بتسمية البنزين كثير. ممكن يجي واحد يقول انا بدي اخذ البنزين هو الاساس، نقول له صح، شو في عليه البنزين؟ عليه تنتين مثل، وبالتالي اسمه هذا داي مثل بنزين. طب التنتين هل هم جنب بعض ولا قبال بعض ولا بينهم فراغ؟ الان ما دام الترقيم 1 2، الواحد 2 هم اللي جنب بعض، وبالتالي يمكن نسميه هذا اورثو داي مثل بنزين. هلا بيجي واحد بيقول لك لا انا بدي اسميه، كيف سميت هذا قبل شوي هذا التلوين مره واحده؟ انا بدي اسمي هذا كله مره واحده، انه البنزين عليه تنتين مثل، هذا بسموه كزايلين. ايش الكزايلين؟ الكزايلين بنزين عليه مجموعتين مثل. طب وين موجودين المجموعتين؟ جنب بعض ولا قبال بعض ولا بينهم كربون فاضيه؟ لا موجودين جنب بعض، فهذا الاورثو كزايلين. هلا لاحظوا سميناه باسمين، هلا انا بجوز اسميه بطريقه ثانيه. كيف اسميه بطريقه ثانيه؟
باجي بحكي البنزين هذا والسي اتش 3 هذا التلوين زي ما حكينا قبل شوي. هذا التلوين ايش فيه موجود عليه؟ موجود عليه مثل، وبصير اسمه مثل تلوين. ممكن واحد يعمل هيك، هاي اسم ثالث صار، والى حد ما يعني لما تسميه بعطيك فكره عن الستركتشر. اوكي، بس في ناس بحكي لك لا، ليش اجي احكي انا مثل وتلوين؟ يعني كانه انا اخذت التلوين هو الاساس واخذت المثل اللي عليه فرع. بقول لك لا، انا كله اسميه مره واحده اسهل لي، هذا اكزايلين. اوكي، الان هذا نفس الشيء، هذا عباره عن اكزايلين بس التنتين مثل بينهم كربوني فاضي، وبالتالي هذا الميتا اكزايلين، هذا البارا اكزايلين. او اذا واحد سماه انه البنزين هو الاساس وعليه تنتين مثل داي مثل، والتنتين هذول واحدة على الكربون واحد واربعة، كمان صحيح. واحد يستعيد عن واحد واربعة بارا ويحكي بارا داي مثل بنزين، كمان صحيح. وبالتالي تسمية المركبات البنزين فيها مرونة، بإمكان الواحد يسميها بأكثر من طريقة وكلهم صح. أوكي، الآن إذا كان عندي ثلاث مجموعات على البنزين، الآن ما بنفع أحكي أورثو بارا وميتا، لأنه الأورثو والبارا والميتا فقط لما يكون عندي مجموعتين على البنزين. هلا صاروا ثلاث، بالدرجة على الطريقة العادية وأرقم ترقيم. أوكي، الآن واضح إنه هذا هو البنزين هو الأساس. البنزين إيش فيه عليه؟ عليه ثلاث كلور، وبالتالي تراي كلورو بنزين. الآن دائما حكينا لما بنحكي داي وتراي وتترا، هذا من الأورجانيك ون، بدي أحدد وين موجودين هذول التراي، هل هم جنب بعض، هل هم بينهم فراغات، هل هم، وبالتالي هذول واضح أنه جنب بعض، واحد اثنين ثلاثة. لو طبعا هذا مع عقارب الساعة، إذا مشيت عكس عقارب الساعة برضو واحد اثنين ثلاثة ما بيختلف، لذلك التراي هذول موجودين على واحد اثنين ثلاثة. هذا مثلا نفس اللي هذول تراي برومو الموجودين على البنزين. الآن وين موجودين التراي؟ هاي بديت أرقم من هون، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبالتالي التراي واحدة على الكربون الأولى والثانية على الثاني والبرومين الثالثة على كربون رقم أربعة. أوكي؟ أوكي؟ الآن لاحظوا هون إيش كاتب لكم هو؟ كاتب لكم إنه نت واحد ثلاثة أربعة، بصيرش أسميه واحد ثلاثة أربعة. طبعا ليش بصير؟ لما تجمعوا الارقام هنا واحد واثنين ثلاثة واربعة سبعة، لما بنجمع اللي تحت واحد وثلاثة اربعة واربعة ثمانية. في الكيمياء التسمية دائما ناخذ احنا المجموع الارقام الاقل. بجوز واحد يحكي لي طب كيف والله منين اجى واحد ثلاثة اربعة؟ بيكون بدأ يرقم من الاسفل، بحكي واحد على هاي الكربونة، عفوا هذا البرومينة، هاي اثنين، هاي ثلاث، وهي أربعة. يعني بيكون بدل ما رقم مع عقارب الساعة رقم عكس عقارب الساعة. الآن لما تيجي تسموا أنتوا مرة رقم مع عقارب الساعة ومرة رقم مع عكس عقارب الساعة، واللي بيطلع مجموع الأرقام أقل هو الصحيح. أوكي، يعني هاي تسمية هذا مثلا عليه ثلاث مجموعات. الآن هنا بجزء المجموعات اللي موجودة هنا في المثال هذا سهلة، كلورو برومو، وبالتالي أخذت البنزين أساس وشفت المجموعات اللي عليه سميتها. هل هذا المركب لاحظوا ما أخذ البنزين هو الأساس؟ ليش؟ لأنه مش سهل الواحد يسمي الثلاث مجموعات. يعني هاي سهلة نايترو، طب هاي شو بدي أسميها؟ أو هاي شو بدي أسميها كمجموعة؟ بجوز يكون صعب. هل إذا كان صعب في طريقة ثانية أسهل من انه نعتبر البنزين هو الاساس. هلا ايش باخذ؟ باخذ انا البنزين مع الحامض الكربوكسيلي كله قطعه واحده، هذا عباره عن بنزويك اسيد. يعني كانه انا عمالي بتحايل على الاستراكشر. اوكي، وبحاول انه افسخه لقطع وتكون سهله التسميه. فلما اخذت البنزويك اسيد، انا البنزويك أسيد عبارة عن بنزين في عليه COOH. الآن شو اللي موجود عليه؟ عليه نايترو تنتين، فصار سهل الاسم علي، داي نايترو بنزويك أسيد. أوكي، طبعا وين موجودين الداي؟ بدي أحدد وين موجودين.
ما دام انا اخذت البنزويك اسيد هو الاساس بدي ابدا ارقم من عنده، يعني هذا اللي باخذ رقم واحد. الان امشي مع عقارب الساعه 1 2 3 النايترو موجوده على الكربون 3 كمل 4 5 معناته النايترو موجود على 3 و5 امشي عكس عقارب الساعه ابدا من هون، هذا 1 هذا 2 هاي 3 اوكي هاي 4 وهاي 5 معناته اذا بمشي مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه ما بتغير مجموع الارقام وبالتالي 2 صحيحه. نفس الشيء الان اذا اجيت بدي اسمي بنزين عليه 3 مجموعات هلا هاي سهل المجموعات لذلك اخترت البنزين هو الاساس، هون هاي صعبه 3 مجموعات فاسهل انه انا اخذ البنزين مع واحده من المجموعات اللي عليه اخذه قطعه واحده بضل عندي المجموعتين السهلات سهله اسميهم. هلا البنزين مع الاسو 3H هذا هو اللي سميناه بنزين سلفوريك اسيد، سميناه قبل شوي لما اخذنا هذا اظن انه مر معنا البنزين سلفوريك اسيد ولا ما مر؟ هذا هو، هذا هو بنزين سلفوريك اسيد. البنزين تيكون عليه الاسو 3 كل قطعه واحده بنزين سلفوريك اسيد. هلا استفدت انا من هاي الطريقه في التسميه انه انا اخذ البنزين مع الاسو 3 هذا بنزين سلفونيك اسيد، ايوه بنزين سلفونيك اسيد. طب شو اللي موجود عليه؟ موجود عليه 2 فلورو فبصير اسمه داي فلورو بنزين سلفونيك اسيد. هلا وين الداي موجودين؟ بدي ارقمهم ما دام انه انا بديت اعد من عند او عفوا ما دام انه السلفونيك اسيد هو الاساس ببدا اعد من عنده. هذا هو رقم واحد، هذا رقم واحد او الكربونة هاي اللي بتحمي الاسو هاي رقم واحد الاساس. الان بنزل مع عقارب الساعة 2 فلورينة موجودة على الكربون 2 3 فاضية و4 في فلورينة لذلك الاسم 2-4-difluoro بنزين سلفونيك اسيد. لاحظوا هذا مع عقارب الساعة، لو واحد مشي بالعكس ايش راح يحكي؟ الكربون اللي بتحمل المجموعة الاساسية رقمها 1 هاي 2 فاضية 3 فاضية الفلورينة على 4 وكمل هون هاي 5 فاضية والفلورين الثانية على 6 هلا 4 و6 مجموعهم 10 إذا بمشي عكس عقارب الساعة، بينما لما مشيت مع عقارب الساعة المجموع 2 و4 6 هذا هو الصحيح. أوكي وبالتالي تسمية المركبات البنزين كثير سهلة. إذا كان عندي أنا مجموعة واحدة على البنزين بذكركم باللي حكيته أوكي بناخذ البنزين هو الاساس وبنسمي المجموعه اللي عليه فلورو بنزين كلورو بنزين نايترو بنزين مثل بنزين وهكذا. الطريقه الثانيه انه لا الواحد يسمي الكومن نيم ياخذ البنزين والقطعه اللي عليه ويسميها مره واحده. اذا مثل موجوده على البنزين هذا تولوين، اذا او اتش موجود على البنزين هذا فينول، اذا ان اتش 2 موجود على البنزين هذا انيلين، إذا COOH يعني حامض كاربوكسيلي موجود على البنزين هذا بنزويك أسيد، إذا SO3H موجود على البنزين هذا سلفونيك أسيد. هيك يعني أسهل أحيانا واحد يكون حافظ البنزين والقطعة اللي معاه مرة واحدة. ليش أسهل؟ لأنه لما يصير عندي مجموعات أكثر على البنزين بإمكانه يأخذ البنزين والقطعة اللي معاه ويسميها بيسهل عليه المجموعات الثانية. أوكي إذا عندي مجموعتين على البنزين بدي أستخدم الآن الأورثو والبارا والميتا، وإذا كانت المجموعات سهل تسميتها عفوا المجموعتين سهل التسمية لهم نأخذ البنزين هو الأساس. إذا كان مش سهل المجموعتين اللي على البنزين بنأخذ مجموعة مع البنزين كلها قطعة واحدة هي الأساس وبنأخذ القطعة الثانية السهلة بنسميها بسهولة زي هذول الأمثلة اللي حكيناها قبل قليل. إذا كان في 3 مجموعات سهلة ما بستخدم أورثو ميتا بارا لأن هذول بيستخدموا للمجموعتين بدي أعطي أرقام. هلا الأرقام مرة مع عقارب الساعة مرة عكس العقارب الساعة وبالتالي المجموع الأرقام الأقل هو المعتمد. أوكي الآن ممكن البنزين يكون عندي فرع، يعني مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال إذا أخذنا هنا هذا C6H5 هذا بنزين. لاحظوا إذا بدي أستخدم الطرق السابقة اللي حكيناها إنه بدي أخذ البنزين هو الأساس واللي عليه هو الفرع، طب هذا الفرع شو بده يسميه؟ صعب الواحد يسميه، فما بنفع إنه نأخذ البنزين بهاي الحالة أساس
بناخذه فرع. اذا البنزين اخذناه فرع بصير اسم حلقه البنزين فينل. كيف حكينا عن الار الكل بالالكانا، الان البنزين فينل، فينل عفوا، فينل بالمركبات الاروماتيه. طبعا بالمناسبه البنزين بيرمزوا له اكثر من طريقه. ممكن اكتب بدل البنزين C6H5، هذا صحيح اوكي، لانه اذا بتعدوا الكربونات تبعون البنزين، نرجع لاول صفحه اوكي، هذا هو البنزين وين راح، هذا هو، عدوا الكربونات 6، عدوا الهيدروجينات اللي عليه كمان 6، فهو C6H6. الان لما يكون انا البنزين رابط مرتبط عامل رابطه مع شيء، بنشيل الهيدروجينه مكان الرابطه اللي بدها تصير مع الفانكشنال جروب اللي مرتبط فيها، وبالتالي بدل ما يصير عندي C6H6 بصير C6H5. لذلك لما نشوف احنا الرمز C6H5 بدنا نفهم ضمنيا انه والله هذا البنزين عامل رابطه مع اي شيء اوكي. احيانا ما بكتبوا C6H5، بكتبوا PH اللي هي فينيل، اختصار اول حرفين من الفينيل وبالتالي اذا بشوف هذا PH بامكاني انا احكي انه والله عندي بنزين. احيانا انه بيرمزوا هذا الرمز فاي، فاي هاي رمز للفينيل، يعني اذا شفت انا والله في مركب حاط لك رابطه فاي، معناته الرابطه هاي مرتبط فيها حلقه بنزين، او عامل رابطه PH معناته انه هذا والله الرابطه مرتبطه ببنزين. اذا شفت رابطه فيها C6H كل هذول نفس الشيء، نفس المصطلحات اوكي. مثلا الان اذا اجينا لهذا المركب اللي هو على اليمين، زي ما حكينا لكم هذا مين اسهل، الواحد ياخذ البنزين هو الاساس ويسمي هذا الفرع، ولا نعكس ناخذ السلسله هاي هي الاساس والبنزين هو الفرع؟ اكيد اذا اخذنا السلسله هي الاساس، البنزين سهل يسميه الواحد كفرع عباره عن فينيل جروب، فبنعد الكربونات 1 2 3 4 5 6 7، فهذا هبتان. شو موجود على الهبتان؟ موجود عليه فينيل جروب، مجموعه فينيل اللي هي 6H5. طب وين موجود الفينيل بالنسبه للهبتان؟ موجود على الكربون رقم 2. طبعا بصيرش انه انا ارقم من هون 1 2 3 4 5 6 وياخذ الفينيل رقم 6، ما بصير. دائما بالسلاسل زي ما تعلمنا بالاورجانيك 1، مره بنروح من اليمين لليسار، مره بنروح لليسار لليمين، اللي مجموع الارقام اقل هو اللي بيكون الاسم معتمد. هلا لو اجينا نفكر بهذا مثلا، طب هذا افترضوا انا بدي اخذ البنزين هو الاساس مثلا، والشيء اللي عليه الفرع، كيف بدي اسمي هذا الفرع؟ ما بعرف، هذا صعب انه الواحد يسمي هذا فرع اوكي، او هذا كله يسميه از فرع، لانه هذا له مثل، له اثل، له بروم، له كلور، هذا سلسله وفيها دبل بوند. لذلك ما بنفع هون اجي احكي والله البنزين هو الاساس، لانه صعب اسمي الفرع اللي عليه. اذا بتعكس الايه بصير سهل، يعني خذ انت السلسله هاي اللي فيها دبل بوند، خذها هي الاساس، واعتبر البنزين هذا فرع عباره عن فينيل، بصير التسميه سهله اوكي. فدائما انت على فكره لما ما تعرف تسمي المجموعه الموجوده على البنزين تكون فيها افرع وكثيره وصعب تسميتها، اعكس، خذ البنزين هو السبستيتوانت، هو الفرع، واعتمد الاشياء اللي فيها فروع الثانيه هي الاساس. زي هذا المركب باجي ارقم مثلا من هون كربون رقم 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4، هذا لو كان الكان عادي بيوتان، بس بما انه في دبل بوند فبصير اسمه بيوتين. ما دام حكينا اين، بدي احدد وين اين موجوده، الدبل بوند وين موجوده. هلا بامكاني انا ابدا ارقم، اذا رحت من اليسار لليمين راح يكون عندي انا الدبل بوند تبدا على الكربون رقم 2، اذا رحت من اليمين على اليسار راح تكون الكربون رقم 2، وبالتالي من ناحيه الاين لبيوتين الثنتين الدبل بوند على الناحيتين ما
موجودة على الكربون رقم 2، بس مين أحسن الآن؟ أرقم من هون أحكي 1 2 3 والفنل موجود على الكربون 3، ولا أبدأ من هون 1 2 والفنل موجود على الكربون؟ لا أبدأ 1 2، مجموع الأرقام أقل. يعني هي ما بتفرق بالنسبة للدبل بوند من اليمين لليسار نفس الإشي، بس أفرقت معاي بالفروع. لذلك لما أجي أنا بدي أرقم الفروع مفروض تأخذ مجموع الأرقام الأقل. أوكي أوكي. طبعاً طبعاً بديش تفهموا، أنا بجوز هذا المثال مش كثير واضح. ليش مش واضح؟ لأنه افترضوا أنا عندي السلسلة 6 7 ذرات 8 بدل 4. أوكي. الآن بما أنه أنا أخذت الألكين هو الأساس، فبدي أجي أرقم بين الطرف القريب من الدبل بوند بغض النظر وين موجود الفرع. إن شاء الله الفرع موجود على كربون 20، ما بهمني، أنا بهمني الدبل بوند وين موجود مدام أنه أنا أخذت الألكين هو الأساس. بس هذا المثال إذا 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 بتروح من اليمين وبتروح من اليسار ما بتأثر الألكين. بس افترضوا أنه أنا مثلا عندي ألكين، لما أنا رقمت من اليسار لليمين إجت الدبل بوند على موقع رقم 4 مثلا. الآن لما أجيت أرقم من اليمين لليسار إجت الدبل بوند على رقم 2، مين بختار؟ لا بختار طريقة الترقيم اللي بتعطيني الدبل بوند على رقم 2 بغض النظر وين موجود الفرع. أوكي anyway، يعني هذا المثال يعني سهل. أوكي وبالتالي عندي بيوتين في عليه الدبل بوند موجودة على الكربون رقم 2، كأنه أنا بديت أعد من اليسار لليمين. بنفس الوقت الكربون عليه فينل، كمان الفينل هاي موجودة على الكربون رقم 2. طبعا الآن بما أنه بنحكي عن دبل بوند، تتذكروا في الدبل بوند عندي السيس والترانس، حكينا بالأورجانيك وان. الآن بنحكي سيس وترانس لما أطراف الدبل بوند يكونوا زي بعض. إذا أطراف الدبل بوند انسيمتريكال مش زي بعض، بدنا نستخدم الزد والاي. الزد بقابل السيس والاي بقابل الترانس. هلا الكربون الدبل بوند، نطلع على اليمين الدبل بوند عندي بالاسفل مثل وبالاعلى هيدروجين، هاي مخبايه ما حدا برسمها بس مفهومه ضمنيا. وبالتالي الان لمين الاولويه او مين وزنه اكثر، الهيدروجين ولا السي اتش 3؟ اكيد السي اتش 3. لذلك البرايوريتي الاولويه اللي هي للسي اتش 3 اللي بالاسفل. اوكي الان نيجي على اطراف الدبل بوند من اليسار، عندي مجموعتين المثل وعندي البنزين، مين له اولويه؟ البنزين هون الكربون اللي بالاسفل وزنها 12، بس البنزين عندي الكربون هاي متصله ب 12 و12 و12، لذلك الاولويه هون للبنزين. فلاحظوا يمين الدبل بوند الاولويه للمثل بالاسفل، ويسار الدبل بوند الاولويه بالبنزين للاعلى. شو علاقه المثل هاي بالبنزين؟ ترانس، قبال بعض، هذول مش جنب بعض. لذلك الاسم بيكون عباره عن اي 2 فنل 2 بيوتين. اوكي هذا المثال جيد. هذا المثال لاحظوا هنا البنزين، لاحظوا البنزين هنا متصل بسلسلة عليها كربون 2 3 4. فهنا أنا لأنه السلسلة سهل تسميتها، بإمكاني أحكي أخذ البنزين هو الأساس وأحكي إيش المجموعة الموجودة عليه، بيوتيل جروب. أوكي بس لاحظوا لو البنزين مش متصل بطرف السلسلة، متصل في النص، صعب التسمية، بقدرش أحكي عنه هذا بيوتيل بنزين. اوكي الان النقطه الثانيه نفس اللي حكيناه بالاورجانيك 1 بامكاننا نحكي كمان بالاورجانيك 2. بالاورجانيك 1 كنا نسمي القطع، اذا متذكرين ايسوبروبيل جروب، تيرشر بيوتيل جروب، فينيل جروب، الليل جروب. الان في البنزين كمان عندي، اذا كان عندي بنزين متصل بسي اتش 2، يعني هاي القطعة بنزين مع السي اتش 2، هذا اللي احنا بنسميه بنزل جروب. فمثلا اذا بدي اسمي هذا المركب، طب انا ما انا بعرف البنزين والسي اتش 2 هذا بنزل، وشو متصل بكلور، فبصير اسمه بنزل كلورايد. لا
لو متصل في بروم بنزل برومايد، بنزل ايودايد، بنزل فلورايد. يعني هون بامكاننا احنا نستفيد من تسميه القطعه كامله على اساس انه طبعا لو اجى واحد بده يسميها بطريقه ثانيه بيجي بيحكي لك والله مثلا انا هون عندي كربوني واحده، هاي هي اللي انا حاطط عليها السهم، بس الكربوني عليها فروع، عليها كلور وعليها فينيل، بمعنى كربوني واحده هذا ميثان. الان شو اللي موجود على الميثان؟ موجود عليه كلورو، موجود عليه فينيل. واجا واحد حكى لي هذا عباره عن كلورو فينيل ميثان، بقدرش اقول له غلط، اوكي، بس ليش طول القصه هو بدل ما يحكي كلورو وفينيل وميثان كانه استخدم ثلاث شغلات، اوكي. هلا لا اسهل لي بنزل كلورات، لانه انا يعني كانه بختصر الثلاث الاسم بدل ما يكون مكون من ثلاث قطع الكلورو والفينيل والميثان، لا بختصرهم قطعتين انا بنزل والكلورات، اوكي. طبعا يعني هاي بتسهل كثير احيانا بالتسمية، اوكي. طبعا كان نطبق الان هذا الحكي على ممكن نطبق هذا الحكي على على كل الشغلات اللي درسناها في السابق. مثلا احنا اخذنا بداية الاورجانيك تول ايثرات، هذا عبارة عن ايثر هيو، اوكي. هلا بجوز قبل ما ناخذ البنزين كنا ما نعرف نسمي البنزين والسي اتش 2 كيف بدي اسميها، هاي كانت صعبه علي، اوكي، بس هلا صارت سهله. انا بعرف انه البنزين والسي اتش 2 هذا بنزين، واللي على اليمين هاي كربونتين إيثل. هلا مين بيجي في الاول، الإيثل ولا البنزين؟ الفابيتيكال اوردر، لا البنزين لما تبدا بحرف البي، لذلك اذا بدي اسمي هذا از ايثر بنزل إثل إيثر، أوكي. مثال آخر مثلا زي ما بده الواحد على سبيل المثال، الآن لو جيت أسمي المركب سي، هذا شكله معقد وفيه ألف شغلة وفيه سلسلة وفيه حلقة وفيه كلور، بس إذا الواحد كان بيفهم البيسك بيعرف الشغلات الأساسية ولا أسهل منه. هل أنا أسمي البنزين هون الأساس وهذا الباقي فرق بصير؟ طبعا اكيد لا. ليش؟ لانه هذا الفرق شو بدي اسميه مع 20 شغله؟ هذا اعكس الان بصير سهل. كيف اعكس؟ يعني خذ هذا هو الاساس، خذ السلسله هي الاساس، وخذ البنزين هو الفرع. الان اذا اخذت البنزين هو الفرع بدنا نتطلع وين هي اطول سلسله. هاي 1 2 3 4 5 اذا بديت انا من هون. إذا بدينا من عند البنزين 1 2 3 4 5 ما بتفرق، لذلك بأخذ السلسلة هي الأساس، والسلسلة الآن إيش في عليها؟ عليها لاحظوا 1 2 3 4 5 بمكان يأخذ هاي السلسلة هي الأساس. 5 كربونات هذا بنتان. شو موجود على البنتان؟ موجود عليه فرع كلورو وموجود عليه فرع بنزل، فصار اسمه طبعا اكيد لما ارقب انا من اليمين لليسار راح يكون هذا اقرب، لما عفوا من اليسار لليمين هذا اقرب، بس اذا رحت من اليمين لليسار بصيروا هذول ابعاد، يعني بصيرش انا احكي 1 2 3 4 واحكي ان التفرعات موجوده على الاربعه، اسهل لي ابدا الترقيم من هون 1 2 واحكي التفرعات موجوده على الكربون 2. وبالتالي هذا لو اجيت انا بدي اسميه السلسلة بنتان، الكربون 2 عليها كلورو والكربون 2 عليها بنزل، مين بيجي في الاول الفابيتيكال؟ البنزل. فكيف بدي اسميه هذا؟ هذا عبارة عن 2 بنزل 2 كلورو بنتان. سهل سهل. بينما اذا الواحد اخذ البنزين هو الاساس اكيد مش راح يعرف يسمي الفرع اللي تحت، لانه الفرع فيه له فروع، كيف بدي اسميه؟ اوكي. هلا هون نفس الاشي، مثلا هاي اذا جبت اسميها عندي انا مثل تنتين على البنزين وعندي النايترو. هلا بامكاني انا مثلا اعتبر البنزين مع النايترو كله قطعه واحده واسميه نايترو بنزين. هلا النايترو بنزين ايش موجود عليه؟ موجود عليه تنتين مثل، فصار الاسم عندي
داي مثل نيترو بنزين. اوكي، ما دام اخذت النيترو بنزين هو الاساس بدي ابدا ارقم من عنده، وبالتالي بناخذ هاي الكربون رقم واحد. اوكي، الان هاي رقم 2 3 4 5 اذا بدي اروح انا باتجاه عقارب الساعه راح يكون عندي المجموعات 2 و5. اذا مشيت عكس عقارب الساعه راح يكون عندي 1 2 3 4 5 6 راح يكون 3 و6. اكيد هذول مجموعهم اكبر اذا بروح عكس عقارب الساعه، وبالتالي اذا مشيت مع عقارب الساعه الكربون رقم 2 في مثل 3 4 5 كمان في مثل، وبالتالي 2.5 داي مثل نيترو بنزين. اوكي، نفس الشيء اذا بدينا في هذا الان لاحظوا، يعني اذا بدي اخذ البنزين هو الاساس، كيف بدي اسمي هذا الفرع اللي على اليمين، كيف بدي اسمي هذا الفرع اللي على اليسار؟ صعبه. اوكي، صعبه. اوكي، اوكي، وبالتالي ممكن الان انا عمالي بطلع على المثال اللي قبل شوي ايش كاتبين هنا بالحل قبل ما نبعد كثير. There would appear to be benzyl group but the benzene ring can be considered a substituent on the alkyl chain so it's called phenyl in this case. The name is 2-chloro 2-methyl 2 كلورو 2 مثل 1 فينيل بنتان. اوكي، يعني هذا كانه ايش عمل؟ لا، هذا سمى بطريقه غير الطريقه اللي احنا سمينا فيها. اوكي، يعني احنا اخذنا السي اتش 2 مع البنزين اعتبرناها قطعه واحده، اللي هو لا بحكي لك لا ما في داعي تعمل هيك، بامكانك تبدا تعد من هون 1 2 3 4 5 بضل الاسم بنتان. اوكي، بضل الاسم بنتان زي ما حكينا، بدام هو بدا يرقم من هون، الان الكربون رقم 1 في عليها فينيل والكربون رقم 2 في عليها مثل وعليها كلورو، لذلك سمى هو 2 كلورو 2 مثل والاولى فينيل بنتان. يعني الان الاختلاف بيننا وبين هاي الطريقه انه احنا اخذنا ال 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 طبعا هون مجموع الارقام كم؟ 2 4 5. احنا لما سمينا قبل شوي، لما سمينا قبل قليل حكينا 1 2 2 عليها بنزل و2 عليها، والله مجموع الارقام اقل، يعني الطريقه اللي احنا سمينا فيها بيطلع مجموع الارقام اقل منها. اوكي، لذلك انه يعني هو يعني الفرق بيننا وبينه انه احنا اخذنا القطعه هاي كلها مره واحده سبستيتيوان، هو اخذ لا بس الفينيل جروب سبستيتيوان. طبعا مين الصح؟ بصراحه هذا السؤال يعني بسموه كونفيوزد. ليش؟ لانه يعني السلسله نفس الطول، اذا اخذتها مع الفينيل لحالها بتضل بنتان، واذا اخذت البنزين لحالها بتضل بنتان، ما بتغير طول السلسله. اوكي، الان ما بعرف يعني من ناحيه مين افضل، انه انا اعتبر البنزين هو فينيل جروب ولا البنزين والسي اتش اللي جنبه هي بنزيل جروب؟ يبدو يعني خلينا نلتزم بالمكتوب بالكتاب بلاش انه اوكي، يبدو انه الافضل اوكي انه نعتبر البنزين هنا هو الفينيل جروب. اوكي، هو الفينيل جروب مش زي انا ما عملت قبل شوي، ونبدا نرقم من هاي الكربونه القريبه من البنزين. هلا 1 2 3 4 5 بنتان، الكربونه رقم 1 عليها فينيل والكربونه رقم 2 عليها مثل وعليها كلورو. اوكي، عليها مثل وعليها كلورو. وطبعا الفابيتيكال السي بتيجي قبل الام والام بيجي قبل الفينل. انا يعني على الاغلب على فكره هاي التسميه اصح من اللي حكيناها احنا. ليش؟ لانه احنا بنحكي هون عن سلسله، والسلسله هي الاساس. اذا بحكي عن سلسله بصيرش انا والله اخذ زي ما انا عملت قبل شوي،
لما اخذت السي اتش 2 مع البنزين وسميته بنزل كانه انا قطعت جزء من السلسله واعتبرته مع الفرع. هذا مش صحيح، انا اسف، هذا مفروض انه احنا لا انه نعتبر السلسله نعد اطول 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 كربونات فيها وناخذ البنزين كفرع والبنزين كفرع بتسمى فينيل. اوكي، هلا اذا اجينا نحكي احنا عن هذا المركب اللي على اليسار، هلا اذا اخذت البنزين هو الاساس، بعرفش اسمي لا اللي فوق ولا اللي تحت، لذلك ممكن الان الواحد ايش يجي يعمل، يعمل يحكي لك لا انا اذا باخذ البنزين اذا باخذ انا بالله كيف مسميه هذا، خلينا نطلع عليه في الاول كيف مسميه، مسميه تيرشر بيوتيل اسيتوفينول. اوكي، يعني كانه اخذ البنزين هذا مع المجموعه اللي عليه، هذا سميناه قبل شوي اسيتوفينول. اوكي، هاي عباره معانا قبل شوي البنزين اللي عليه أسيتيل جروب قطعة واحدة اللي هو هذا بنزين عليه أسيتيل جروب، هذا أسيتوفينول، فهو اعتبر إنه الموجود عندي عبارة عن أسيتوفينول وهذا موجود عليه هاي القطعة، هاي القطعة أخذناها بالأورجانيك ون تيرشر بيوتيل جروب، لذلك إيش سمى الاسم، هو سمى الاسم عبارة عن تيرشري بيوتيل أسيتوفينول. طب وين موجود التيرشري؟ هل موجود جنب الأسيتوفينول ولا بيناتهم فراغ كربونه ولا قبال بعض؟ ما دام قبال بعض إما بنرقم نحكي 1 2 3 4 أو بستعيد عن الأربعة إذا بدي أنا بالبارا، بصير أحكي بارا تيرشري بيوتيل أسيتوفينول، كمان هذا الحكي صحيح. لذلك بحاولوا تحلوا أمثلة على تسمية البنزين قبل ما نروح ل التفاعلات ان شاء الله نبدا فيها المره الجايه. اوكي، مثلا هذا المركب لو اجيت انا بدي اسميه، بديش احل لكم كل الاسئله، حاولوا تطلعوا عليه. اوكي، هلا واضح يعني هنت نعطيكم مساعده بالنسبه لهذا المركب. اوكي، اذا بدي اعتبر البنزين هو الاساس مش راح اقدر اسمي الفرع اللي عليه. اوكي، وبالتالي اسهل لي هنا انه اعتبر البنزين هو الفرع وأسمي هذا هو الأساس. لاحظوا هنا هذا عبارة عن حلقة سداسية، هاي سايكلوهيكسان، إذا فيها دبل بوند سايكلوهيكسين، إذا فيها تندين دبل بوند سايكلوهيكسادايين. طيب الآن السايكلوهيكسادايين طبعا بدي أحدد وين الدايين موجودين بالأرقام، أشوف وين بداية الدبل بوند وين النهاية. أوكي، هلا مين اسهل الان انه اذا اخذت انا السايكلوهيكسادايين اساس بدي اخذ السي اتش 2 مع البنزين الان غصب عني فرع. اوكي، الان السي اتش 2 مع البنزين هذا عباره عن بنزل جروب، فبصير اسم المركب بنزل سايكلوهيكسادايين، بس بدي احدد وين موجود البنزل وين موجودين الدايين. طبعا بدي ابدا انا ارقم من وين، من الطرف القريب من الدبل بوند، مين احسن احكي 1 2 والبنزل موجودة على الكربون 2، ولا اجي احكي من اليسار لليمين 1 2 والبنزل على 3؟ لا، افضل لي طبعا احكي 1 2 3، بمعنى الدايين موجودين على بداية الكربون الاولى وموجودين على بداية الكربون الثالثة، والبنزل جروب موجودة على الكربون الثاني، فبصير الاسم 2 بنزل 1 3 سايكلوهيكسادايين، مش صعب. هلا هذا اللي بسميه كايثر سهل، عندي على اليمين بروبيل وعلى اليسار فينيل، مين الان مين الفابيتيكال بيجي قبل الثاني؟ البروبيل بي ار والفينيل بي اتش، البي اتش قبل البي ار، وبالتالي هذا عباره عن فينيل بروبيل ايثر. هذا لو اجيت بدي اسميه اسهل انه اخذ البنزين مع الحامض الكاربوكسيلي كلها بنزويك اسيد، هاي وشو موجود عليه؟ برومو، الان بصير اسم برومو بنزويك اسيد. ايش العلاقه بيناتهم؟ قبال بعض، هذا بارا برومو بنزويك اسيد بدون ما ارقم. اوكي، اذا اجيت اسمي اللي تحت، هذا واضح الان نفسه، اظن نفس المثال اللي فوق، هذا لا اللي فوق كان في بنزل جروب، هلا هون حاطط فينيل، هذا اسهل من اللي فوق.
الآن إذا سميت البنزين هو الأساس، ما بعرف أسمي الفرع اللي تحت، لذلك أحسن لي أخذ الآن البنزين هو فرع. الآن هاي السلسلة 1 2 3 4 5 بنتان، شو عليه البنتان؟ على الكربون رقم 2 في كلورو، والرقم 2 في فينيل. مين بيجي في الأول؟ الكلورو، لذلك هذا المركب اسمه 2 كلورو 2 فينيل بنتان. يعني تسمية المركبات كل ما حل الواحد أسئلة، كل ما صار عنده خبرة بالتسمية وصار عنده معلومات أكثر بالتسمية. نتوقف هنا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة بنبدأ من تفاعلات البنزين. الله يعطيكم العافية.